سبب لي هذا. على كل حال المدخل ديالي هما غادي مجموعه ديال النقاط صافي ديال السيد بوشيما، ولكن احيانا ملي كتبقى تفكر في ملفات بحال هادي كتبقى تقول واحد القضيه، ما هو السياسه؟ شنو القيمه ديال السياسه في المدينه؟ شنو هي؟ شنو هي ان تنتمي لحزب سياسي؟ اذا ما كنتش كتحمل الهم ديال المدينه ديالك في الجوانب ديالك، شنو هي السياسه؟ شنو هي انك تكون كتنتمي لواحد العالم جماعي وما كتخلصش ليه وما كتخلصش فيه للمدينه اللي كتنتمي لها؟ الان انا كنشوف شركات هيلكون انها مرض مزمن لا تختلف لا على الكونسر ولا على السكان في هذه المدينه هذه. هيلكون هي واحد مرض مزمن تسلط على مدينه العريش، كتحضر معنا هنا بواحد الطريقه غريبه وعجيبه في في في, في النجم وعندها الناس اللي كيدافع عليها وعندها الناس اللي كيترافع عليها واللي ما تحضرش. انا ملي كنشوف هاد انا جبت حتى كاين شارج الساكت هو جبته معايا وكندير واحد تيسكوباريزون بيناتهم جوج اللي صار هاد الوثيقه هادي عنده واحد تمثل على الناس ديال الجماعه اللي ما كيعرفوا والو وعكس لهم اللي كان وغيسطر عليه اللي كان اللي كان عكس لهم نبوخ وعزو يدو غيدوزو والا حاجه واحده اما كيحتقرنا كيحتقر المجلس واما عنده الضمانات بمعنى عنده ضمانات صحيحه بان كتب اللي بغيتي وسيتم قبول النقطه وسيتم تمريرها. هذا هو اول حاجه عندي. علاش هذه الوثيقه ما ترجمتش للفرنسيه بحال المحطه؟ العربيه. ياك المحطه ترجمتوها للعربيه وتهذيك ترجمتوها للعربيه بزاف الناس تيقراوها بالعربيه. لا تهذيك ترجمتوها باش الناس يعرفوا كل شيء. هذه حيت فيها الفلوس غندوزوها سور بلاص طاق دوزو 600 درهم مليون بلا ما شاف حد بلا ما علاش ترجموها ولا تقراوها كاملين؟ كاين اللي ما كيقراوش الفرنسيه والمواطن يقول اللغه الرسميه ديال بلاد دوز سور فاصل 5 ديال دوز سور لا اللغه العربيه اللغه الرسميه يوصل الترجم وتبقى كتجي للمجلس ويعرفوها المواطنين وهي بالفرنسيه لا خصها هي بالعربيه. على كل حال ثانيا انا كنحب نفس التساؤل صراحه لماذا مشات اللجنه ديال التعمير وليس لجنه المرافق؟ هذا في حد ذاته بالنسبه لي سؤال قائم. المرحله الثالثه انا غنمشي لهذا الرسم هذا بلون دو ريبليمون دو لا زون. هاد لي زون هادو ما كاين فيهم الجنانات، واش الشركات مشات تنظف الجنانات؟ وهما كيهضروا على لي كوند فوا